اليوم راح اساوي لكم طريقة عمل المكدوس في البيت بالباذنجان الكبير، عشان احنا عندنا صعب نلاقي المكدوس الحجم صغير. تمام، انا صراحة شفت اكثر من صبية عاملة وحبيت اجرب، راح نجرب مع بعض لانه الكل عندي بحب المكدوس، فراح يكون الحجم هاد اصغر زي ما بتحبوا. طبعا انا راح اعمل كمية صغيرة، ما راح اعمل كمية كبيرة كتجربة. راح اقطعهم كلهم طبعا على النار في مية، وراح احط عليها رشة ملح ورشة سكر. اذا بدك تعملوا الكمية بدك تضعفوا الملح اللي على المي والسكر، طبعا السكر عشان اللون. وهيك صرت انا مقطعيتهم، انا حاطت مية بس تغلي، رح احط عليهم رشة سكر ورشة ملح فقط. هاي المي اوكي بستنى فيها لتغلي، رح ارش رشة سكر بسيطة فيهم ورشة ملح. وهي ملح، هيها حطيت لك اياها. احنا بس نيجي نعمل المكدوس الحجم يعني صغير دائما اصلا ما بنخليه يهلص، ينسلك بس بيكون معقول، يعني ما يكون كتير هلص عشان رح يطلع معانا كتير يعني مستوي. فاحنا كمان نفس الاشي، يعني نفس الفكرة الباذنجان الصغير احنا رح نساوي. تمام، مش رح نسلكه كتير كتير. اوكي صبايا، هيك تقريبا صار ممتاز. رح احطه بالمصفاية، انا مجهزها شايفين، رح اخليهم يوم كامل اول اشي يبرد، بعدين احطه في الثلاجة يتصافى لبكرة. تمام، هي الكمية مش كبيرة، انا عامل مرتبان صغير. طبعا رح نحط عليه فلافل وتومة وفلفل، فرح يزيد شوي بس مرتبان صغير رح اعمل، شايفين. طبعا هسا رح ارش رشة بسيطة جدا ملح عليهم، عشان انا ما كترت ملح بالمية عشان احط هاي الرشة. تمام، يعني رشيت عليهم ملح، رح اخليهم بالمصفاية يبردوا بعدين احطهم بالتلاجة. رح ارجع اليوم اكملكم الخطوات المخلل الباذنجان هذا تاني يوم بعد ما تصافى كثير منيح. طبعا ما بعرف ليش صار لونه غامق بصراحة، بس يمكن عشان الباذنجان عندي شوية كان على سواد. اوكي، بس انا حطيت سكر رشة بسيطة عشان اللون، بس للأسف طلع غامق شوي معي. تمام، بس اوكي، مهم الطعم مش مهم الشكل يعني. فعندي هون فلافلة، يعني شيء بسيط، فلافلة حمراء، وحطيت هون فلافلة خضراء، وحطيت هون كرن ونص فلفل. طبعا يعني بتحبوا تشلوه بتحبوا تحطوه زي ما بتحبوا. وعندي هون كمان سن تومة، وعندي هون بقدونس، والبقدونس حسب الرغبة. اوكي، في عندي هون شوية ملح ليمون، وعندي هون جوز انا قطعته، وطبعا عندي المرتبان، ورح نستعمل زيت زيتون، واكيد رح نستعمل الملح. تمام، هاي المكونات. هسه رح احط الباذنجان مصفى كتير كتير ان شاء الله يكون واضح. اوكي، انا حطيت زي ما حكيت لكم الباذنجان، نحرك كل المواد مع بعض. هيك اللون الاخضر الفلافل الخضراء اكثر من الحمراء، هيك حسيت انه شوفي كيف اللون بجنن. طبعا صفيتهم كتير 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 منيح، اهم اشي عشان زيت الزيتون رح نحط عليه، رح نرش عليه طبعا بحرك، رح احط كمان جوز طبعا حسب الرغبة، في ناس ما بحبوه انا ما بحبه. شو الريحة ما بدي احكي لكم، واو. اوكي، ملح ليمون كرشة. اوكي، بشوف اذا بده كمان ولا لا، رح ادوقه. وملح رشة هيك كمان، ما عندي عيار صراحة معين.
وهي تجربة رح نجربها مع بعض. ما رح أنزل أي فيديو إلا ما أتأكد من إنه كل إشي تمام وزاكي. ممتاز طعمها، ملحتها وطعمها. رح أحط بالمرتبان هاد، رح أعبي وأحط عليهم زيت زيتون، تمام؟ يعني بده من أسبوع، ممكن يعني يومين ثلاثة تشوفوا هيك إنه صار ممتاز. يعني هو مع زيت زيتون دائما أصلا بتاكل بنفس اليوم، يعني ما رح يأثر. تحبوا تاكلوه بنفس اليوم عادي، أشياء اللي بتكون بزيت زيتون تقدري تاكليها بنفس اليوم، بس أنا رح أخليه تقريبا أسبوع. أوكي، بعد أسبوع رح نشوف النتيجة مع بعض ونتذوق. بس بالأمان الريحة ما بدي أحكي لكم، يعني لهيك أجيب خبزة وأكل يعني عن جد زاكي زاكي. الريحة من الآخر. إن شاء الله رح أعملكم كمان مخلل فاصوليا بشهي قريبا. أوكي، رح نحط قد الكمية وارجع لكم. شوفوا ما شاء الله، شوي منطلع من الهواء. شوفوا ما شاء الله، رح احط هسه على زيت الزيتون ونشوف كيف معكم. حط زيت الزيتون. اوكي، رح نعبيه طبعا. زي ما انتم شايفين تعبى من الزيت منيح، لازم يعني يكون مغطى كمان اكتر من هيك. اخر مرحلة رح افرجيكم. تمام، المهم يتغطى، ورح انظف من برا عشان تعبيته بقدونس واشياء زي هيك. المهم ورح اغطيه واسكره وبرجع لكم. وهيك صار جاهز. تمام، سكرته منيح.